السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا طيبين وبألف خير. هناخد ليكتشر 2. ليكتشر 2 هي تكملة للجزء بتاع اللودز بتاع ليكتشر 1. ليكتشر 1 كنا بنشوف ازاي نعمل كالكوليشن لللود بتاع الاريا. ليكتشر 2 برضو بنتكلم على التوبيك بتاع اللودز، بس هنتكلم على الكيرفات بتاع اللودز، الكيرفز والجرافز اللي بتريبريزنت اللود. ايه انواع الجرافز اللي بنعرض فيها تغير اللود مع مدار الايه، او على مدار اليوم او مع السنه، او يعني بناخد نشوف كده اللود بيتغير ازاي مع التايم. ممكن اعرض الباور بيتغير مع التايم، ممكن اعرض الانرجي بيتغير مع التايم، ممكن ارسم باور مع انرجي. اوكي، كل دي رسومات واشكال مختلفه للايه، لرسم اللود او تغير اللود. هناخد الجرافز دي كلها واسم كل واحدة منها، ونتعلم كمان ازاي نقدر نستنتج كل واحدة من الاخرى. تعال نبص مع بعض. اولا الكيرفات اللي احنا هناخدها تبقى عارفهم، هم اربع فور مين كيرفز. اول كيرف اسمه الكرونولوجيكال لود كيرف، وهناخد اللود ديوريشن كيرف، وهناخد الانرجي لود كيرف، واخيرا الماس كيرف. كل ما هنيجي نتكلم على واحد منهم هنقول هو عباره عن ايه. الكرونولوجيكال لود كيرف، طبعا كرونولوجيكال يعني زمني. اوكي، فده بيوضح لي جراف شوينج ذا فاريشن اوف ا سيستم لود ديورينج ذا 24 اورز اوف ذا داي. ده بنسميه السيستم كرونولوجيكال لود، اللي هو الباور. يعني اللود هنا المقصود بيه الباور بيتغير ازاي على مدار اليوم. ببدا من 12 ميد نايت ل 12 ميد نايت اليوم اللي بعده، وال 12 اللي في النص دي 12 نون. فهو راسم كده ويك داي، يوم من ايام الاسبوع، وراسم جنبها رسمه ثانيه عباره عن الباور مع مين؟ مع التايم فور ساندي. طبعا هنا ساندي قصده اي ويك اند داي. اوكي؟ ويك اند يعني في الويك اند. فطبعا الباور كونسيومد في الويك اند بيبقى اقل من الباور كونسيومد في الويك داي، لان معظم المصانع ومعظم التراكشن والمواصلات والحاجات دي كلها ما بتبقاش شغاله فول لود، فبالتالي زي ما انتم شايفين كده اللود بيبقى اقل. طيب هتلاقي هنا بيقول لك الباور قد ايه بالظبط في اليوم، يعني عايز الساعه 6 الصبح تخش على 6 الصبح تعرف الباور كان كام بالظبط. اوكي، ميجرمنت للباور وهو بيتغير على مدار اليوم. الساعه 12 كان الساعه 12 كام كان الباور كام بالظبط. تطلع الساعة 12 توصل للكيرف، تخش شمال تعرف الباور بالظبط. عند الساعة 8 برضو تطلع هتلاقي البيك أعلى باور، وتخش شمال خلاص تلاقي إيه على الشمال اللود، تعرف تطلع قراية وتعرف تقرا الباور. يبقى هو الإكزاكت فاريشن أوف باور مع التايم إيه along the day أو during the day. طبعا هو عايز يعمل لك عامل لك كيرف منقط وكيرف مش منقط. عايز يقول لك إن الوينتر غير السمر، طبعا بيتكلم على الدول الأوروبية. ليه؟ لان الوينتر بيبقى ساقعه جدا وبيستخدموا هيتنج، والهيتنج بيبقى كوستلي. بالنسبه لمصر هيبقى العكس، هيبقى السمر داي هو اللي ليه بيك اعلى من الوينتر داي. ليه؟ عشان احنا بنستخدم التكييف في الايه، في السمر، بنستخدم التكييف في السمر، لان مصر في السمر حر جدا. اوكي، فاللود بيبقى في السمر اعلى من اللود بتاع مين، بتاع الوينتر. نفس الحكايه بالنسبه للسن داي. يبقى كده فهمنا يعني ايه كرونولوجيكال كيرف. هناخد اكزامبلز للكرونولوجيكال كيرف والشكل اللي كل الناس متفقه عليه او بيطلع تقريبا في الشكل ده. تعال نبص مع بعض. دوميستيك او ريزيدنشال لود، لو انا شغال مثلا على بيت او على منطقه سكنيه، متوقع ان اللود بيبقى صغير على طول النهار وبيرجع يزيد بالليل. طبعا بيبقى رقم شويه وبعد كده بيرجع يقل لغايه 6 الصبح. 6 الصبح الناس بتبدا تنزل تاخد عربياتها وتمشي، فيبقى اصلا الشغال في البيت هو الثلاجه، الحاجات اللي هي ايه بتشتغل 24 ساعه دهيت، فبالتالي الحمل بيبقى صغير. قرب الساعه 6 و4 او 6 الناس بتبدا تروح، تبدا بقى تشغل النور عشان الدنيا بتضلم، بتشغل الانوار، بتشغل التلفزيون، بتشغل التكييف، يعني كل حاجه بتشتغل. ولما الناس تبقى في موجوده فين، في قلب البيت وروحت من الشغل، فبالتالي دايما بتلاقي البيك متاخر كده في الايفنينج. اوكي، البيك بيبقى في الايفنينج. طيب بالنسبه للاندستريال، لو عايز ارسم تغير الباور على مدار اليوم للاندستريال، ولا حاجه، الناس هتكون راحت الشغل الصبح بدري، الناس لسه في بيتها، الساعه 6 اي ام الناس راحت المصنع، استهلكت الباور بتاعتنا، الساعه 6 بي ام خلص المصنع فبيروحوا البيت تاني.
شيفت 12 ساعه من 6 الصبح ل 6 بالليل. اوكي طيب ايه اللي في النص ده؟ ايه الديب اللي في اللود اللي حصل في الساعه 12 نون؟ ده البريك بتاعهم، اخدوا البريك فما كانوش مشغلين كل الايه، كل البتاع ده، كل الفاكتوري ماشينز ما كانتش كلها شغاله. اوكي وفي ناس والعمال بياخدوا بريك وبعد يرجعوا تاني، ورجع اللود تاني فول لود وبعد كده يروح. فده الشكل اللي هو المتعارف عليه بتاع الاندستريال لود او تغير الاندستريال لود على مدار اليوم. الكوميرشال، هل المحلات بتفتح من 6 الصبح؟ لا يا اخويا، متعودين مثلا سيتي ستارز وغيره من المولات بيفتح على الساعه 10 11، فهو فعلا مش الساعه 6 زي الايه الناس من المصانع دايما بيبدا بشغلهم من بدري. تلاقي الناس اللي هم العمال بتوع المصانع بيصحوا الساعه 5 وياخدوا الباص يبقوا هناك الساعه 6 ويبدا شغله على طول. بالنسبه للكوميرشال لا، المحلات التجاريه والمولات بتفتح متاخر الساعه 11 مثلا تبدا تشتغل. وزي ما انت شايف اللود بيبقى يوصل كده لفاليو معينه، وطبعا بيقل شويه في وقت البريك، وبعد كده هو بيزيد قوي عشان بعض الناس ما بتروحش على البيت، بعض الناس بتروح تكمل تتغدى او تروح سينما او تتفسح تعمل شوبينج او وات ايفر بعد الشغل، فبالتالي برضو بتلاقي البيك بتاع الكوميرشال هو في الوقت الايه؟ في الوقت اللي هو بعد الساعه 6 بي ام لغايه الساعه كام؟ تقريبا 10 بي ام ولا حاجه، وبعد كده الناس تروح البيت مثلا. اوكي؟ تمام. فالبيك برضو بتاع الكوميرشال هو الوقت اللي الناس بتروح فيه ايه، بيبقى فيه ضغط على المول، ودايما بيبقى بعد الايه، بعد ما الناس ما تخلص شغلها. طيب التراكشن، التراكشن اللي هو زي مترو الانفاق، اللي هي المواصلات اللي بتشتغل بالالكتريستي، بتحتاج تاخد كهرباء من الجريد. اوكي مش الاوتوبيسات اللي هي شغاله بالبطاريات، لا انا بتكلم انها شغاله من الجريد. اوكي على طول لازم يوصل لها كهرباء عشان تمشي زي مترو الانفاق. اوكي اللي هو الكتريك تراكشن. اوكي فهتلاقي ايه، فهتلاقي ان هو في الاول الساعه 12 ميد نايت مفيش عربيات كتير بتعدي. اوكي الساعه 6 ده معادي الناس بتروح شغلها، يبدا بقى ايه يكثف ويبعت مين، يبعت بقى ايه يعني، تلاقي مترو الانفاق يعدي بعدها بخمس دقائق، يعدي عشان في الوقت ده وقت الذروه كل الناس رايحه الشغل. بعد كده هو على الساعه 11 تبقى الناس خلاص راحت الشغل، يبدا يخلي كل المترو مثلا يعدي مثلا ايه كل تلت ساعه، فبيبقى الريت بتاع الاستهلاك بتاع الكهرباء اقل. اوكي كل تلت ساعه او كل ايه نص ساعه او كل 25 دقيقه بدل ما كان بيعدي كل خمس دقائق او 10 دقائق، لغايه ما يجي الميعاد برضو اللي هو ايه بتاع مروح الناس الساعه 4، يبدا برضو يبقى فيه ذروه وفي ناس كتير عايزه تروح في الميعاد ده، فيبدا يكثف وايه ويشغل يعلي الريت بتاع الايه الشغل بتاع مترو الانفاق، فيبدا مترو الانفاق الباور بتاعه يزيد يوصل البيك. بعد كده الناس خلاص روحت البيت، يبدا بقى يشغل هو اللي هو من اول الساعه 8 كده لغايه 12، يبدا بقى يبعت بقى ايه مترو انفاق كل مثلا تلت ساعه كل نص ساعه وكلام من ده لغايه ما ايه يوفر كهرباء في الموضوع ده. يبقى في التالي البيك بتاعنا بيبقى عند الصبح لما كل الناس are going to work، وايه وات نايت لما كل الناس are coming back home from work، يبقى هنا في ايه الماكسيمم باور ايه كونسامشن، وهنا ماكسيمم باور كونسامشن. بالنسبه للستريت لايتنج فروم داسك تو دون، اوكي من المغرب لغايه الفجر خلاص، فدايما بتلاقي بالنهار مفيش حمل، ومن الساعه 6 من 6 ل 8 على حسب انت شغال في ايه، على حسب سوري انت سيزون ايه، هل انت في الوينتر ولا في السمر. طبعا انتوا عارفين ان ليل الشتاء اطول من ليل الصيف، فبالتالي هتلاقي ايه في الشتاء الكونسامشن او سوري الكهرباء سوري الاضاءه بتبدا من بدري من الساعه 5 او 6 الدنيا بتضلم بدري، لكن في الصيف ممكن من الساعه ايه 7 او 8 تبدا تشتغل. والعكس صحيح، النور بينور الصبح متاخر في الشتاء، واما في الصيف فالنور بيطلع بدري، فبرضو ايه ده بيبقى ايه قصه لك. طبعا اللمبات كلها بتشتغل، مفيش حاجه اسمها اطفي لمبه ونور لمبه، فعشان كده هتلاقيها دايما كونستانت وستريت لاين، الباور ما بيتغيرش، كل اللمبات اشتغلت وكل اللمبات ايه اتطفت. دي كرونولوجيكال كيرفز لكذا نوع من انواع مين اللايتنج بتاعنا، سوري مش لايتنج، كده كذا نوع من انواع الاحمال بتاعتنا. التراكشن شكله مختلف عن الستريت لايتنج، شكله مختلف عن الريزيدنشال، شكله مختلف عن الاندستريال. لو جمعت كل الكيرفات دي جبت التوتال لود بتاع المدينه كلها او بتاع السيتي كلها، لو انت عارف كل حاجه بتاعتهم ازاي وقعدت تجمع اور باي اور، مشيت اور باي اور وتجمع الباورز دي كلها وتحدد الباور التوتال اللي هي السم، ورسمت السم اوف باور مع تغير اليوم، يبقى جبت التوتال بتاع السيتي كلها مع بعض.
طيب ده اول كيرف. تعال ناخد كيرف تاني اسمه لود ديوريشن كيرف. لود ديوريشن كيرف عامل زي الكرونولوجيكال كيرف. الفرق فيه ايه بس؟ انك انت بتقول كل لود استمر لفتره قد ايه. للاسف اللود ديوريشن كيرف ما بتقدرش تعرف هو حصل امتى بالظبط. الكرونولوجيكال كيرف بيقول لك مثلا لود كان 50 ميجا وات ما بين الساعه 6 للساعه 8. اللود ديوريشن كيرف يقول لك من 6 ل 8 يعني ساعتين. يبقى تقدر تعرف من الديوريشن كيرف ان اللود بتاع ال 50 ميجا وات استمر لمده ساعتين. انه ساعتين بالظبط لازم ترجع للكرونولوجيكال كيرف تعرف انه ساعتين. يبقى هو الديوريشن بس بترسم كل لود استمر قد ايه. بترسم ازاي؟ بتستنتجه من الكرونولوجيكال كيرف. عندك على الشمال اهو ده الكرونولوجيكال كيرف وعلى اليمين ده اللود ديوريشن كيرف. ببدا من فوق from up. اوكي ابدا من هنا. دايما لما باجي استنتج دايما ده ببدا من هنا. اعلى اللي هي القمه البيك دي بادئه عند كام او كان الزمن بتاعها قد ايه؟ الزمن بتاعها حتى مش عرض اور ده زيرو تايم. فباجي عند هنا احط النقطه دي. طيب انزل تحت واخد خط عند ليفل اقل عند النقطه عند الخط بي 1. بي 1 دي او اللود ده استمر لمده قد ايه؟ تقريبا ساعه. فباجي هنا امشي خط كده هوريزونتال لغايه ما اوصل على الواي اكسيز الناحيه الثانيه واحط هنا الفاليو اللي هو الايه البي اور دي واوقعها هنا بي 1 واجيب النقطه واوصل النقطه دي. يبقى عندي نقطه ونقطه هنا واوصلهم ببعض. اجي عند ليفل ثاني اهو عند لود ليفل ثاني باور ليفل ثاني واخد خط هوريزونتال واشوف الباور ده استمر لزمن قد ايه سي 1 وسي 2. فاقوم جامع سي 1 وسي 2 واجيب النقطه دي واقوم موصل الايه الكيرف ببعضه. اجي هنا اهوت اهو عند ال اللي هو ايه اللي هو ذا لوست ليفل ومعامل خط كده اهوت ايه كده اهوت واقوم امده كده اهوت. هلاقي الخط ال ده استمر من الساعه 12 لغايه الساعه ايه 12 تاني يوم. طبعا من 12 ميد نايت ل 12 ميد نايت تاني يوم هتلاقي عندك الايه التول ده اهوت 24 ساعه. فبالتالي هنا اهوت ال 24 ساعه. هنا بقول 0 6 12 18 24. ما بقولش بقى 12 ميد نايت و12 ميد نايت و6 الصبح و6 بالليل. لا هنا بعرف بس لو انا دخلت عند اي فاليو للكيلو وات من على الواي اكسيس ونزلت على الاكس اكسيس عرفت الباور ده استمر كام ساعه في اليوم. لكن مش عارف بالظبط من كام لكام. عايز اعرف بالظبط الباور ده كان من كام لكام الساعه كام لكام بالظبط. يبقى ارجع للكرونولوجيكال كيرف على نفس الخط. ارجع على الكرونولوجيكال كيرف نفس الهوريزونتال لاين ارجع على الكرونولوجيكال كيرف واجيب البدايه واجيب النهايه واشوف ايه من الساعه كام للساعه كام. يبقى اللود ديوريشن كيرف جيفز اس الايه ذا ديوريشن ذات افري لود ليفل بريفيلد. يعني الوقت اللي اخده كل لود ليفل واستمر فيه. اوكي اتفقنا تمام. لكن مش دقيق. يعني هيقول لك اللود الفلاني استمر 12 ساعه. انه 12 ساعه في خلال الايه في خلال الاسبوع مش هتبقى عارف بالظبط. طيب بص بقى معايا من الاخر. تخيل ان الكيرف اللي على اليمين اللي هو بتاع اللود ديوريشن كيرف عباره عن الكيرف اللي على الشمال كرونولوجيكال كيرف وانت زقيته من اليمين للشمال لغايه ما الايه ما الخطوط دي اللي انت شايفها دي اللي هي الكيرفات ديت لمست مين؟ لمست الايه؟ الواي اكسيس. نقلت بي 1 وزقيته لغايه ما وصل للواي اكسيس هتبقى الحته دي. جبت سي 1 وسي 2 وزقتها لغايه ما بقت لمست لغايه ما الطرف ده لمس الايه؟ الواي اكسيس. هيبقى كل هيبقى معاك الكيرف ده وهيبقى اللود في الحته دي هيت. اوكي؟ فانت متخيل ان هو كانك جيت على الجنب ده وعملت بوش وزنقت الايه؟ الكيرف بتاعك لغايه ما لمس مين؟ لمس الواي اكسيس. فيدينا اللود ديوريشن كيرف. طيب هل كده احنا خلصنا؟ هل ده الكيرفات بس؟ هقول لك لا مش هنقولنا ممكن نعرض غير اللود. اللود يعني باور. ممكن اعرض انرجي. فيبقى عندنا في كيرف تاني اسمه لود انرجي كيرف او انرجي لود كيرف. اوكي؟ لود انرجي كيرف او انرجي لود كيرف. اوكي؟ برسم الواي اكسيز هو الباور اما الاكس اكسيز او الواي سوري الاكس اكسيز هو الانرجي. هو ايه؟ الانرجي. ده لما برسمه ممكن استنتجه من اللود ديوريشن كيرف وممكن استخدمه من الكرونولوجيكال كيرف. الاثنين ينفعوا. الاثنين ينفعوا. اوكي؟ طب بعمل ايه؟ هنا لما اجي استنتجه منهم برسم من تحت لفوق، برسم من تحت لفوق. فاشد خط كده عند الليفل ال، اشد خط عند الليفل ايه؟ ال.
خلاص، واحسب الاريا اندر ذا ليفل ال. هو الاريا اندر ذا ليفل ايه اللي ده عباره عن ايه؟ عباره عن الانرجي كونسيومد اندر ذا ليفل ال. احسب الاريا دي، وهي هي هتلاقيها الاريا بتاعت الكروجيكال كيرف بتاعت ال ال برضه، هتلاقي دي هي دي. احسب دي او دي، يعني اجيبها من دي او دي، واجيب الاريا اندر ذا كيرف، هقول ده اللي عباره عن ايه؟ انرجي كونسيومد اندر ذا ليفل ال. طيب الانرجي كونسيومد اندر ذا ليفل سي، اوكي، هحسب الاريا بتاع الترابيزيوم ده، هحسب الاريا بتاع الترابيزيوم ده، اوكي، واجمع عليه الانرجي اللي تحت ال ال، لان تعريف الانرجي او برسم الانرجي هو الانرجي كونسيومد، التوتال انرجي كونسيومد اندر ذا ليفل مين؟ سي، من اول السي لغايه ما اوصل لصفر. فهجمع الترابيزيوم ده، هحسب الترابيزيوم ده، واجمع الترابيزيوم مع مين؟ مع الانرجي اللي هو اندر الليفل ال، يبقى جبت التوتال انرجي اندر ذا ليفل سي. طب الترابيزيوم ده اللي هو ما بين ال والسي بالظبط كده، هو الانرجي كونسيومد بتوين ذا ليفل ال والليفل سي. طيب جيت على اعلى نقطه، عايز اجيب الايه؟ الانرجي كونسيومد عند اعلى نقطه، هتبقى اندر ذيس ليفل، اندر ذا ليفل اوف ايه؟ اوف ذا ماكسيمم باور. هيطلع كل الاريا دي، هيطلع كل الاريا، التوتال اريا اندر ذا كيرف، التوتال اريا اندر ذا كيرف، اوكي. لما باجي برسم بقى، اجي عند ال ال واشوف الاريا اللي تحت ال ال ووقعها كده وانزل تحت كده، ويبقى دي انرجي، ووصلهم ببعض لما يحصل انترسكشن يبقى دي النقطه بتاعتي. اجي عند السي اهو، امشي عند السي واحط هنا مين، واحسب الاريا كلها التوتال اللي هي ايه؟ من اول السي لغايه الصفر، لغايه اللود صفر، يعني كل الاريا اللي تحت السي، واقوم موقعها، جبت السي. طب عند البي نفس الحكايه، التوتال اريا اللي تحت البي لغايه الصفر، لغايه اللود صفر، احسب الاريا دي كلها ووقع الايه؟ ووقع الانرجي هنا. يبقى الانرجي موقعها على الايه؟ على الاكس اكسيس، على الواي، على الاكس اكسيس، واللود كده كده انا ماشي اهو من اليمين للشمال، من اليمين للشمال، من اليمين للشمال، بوقع اللود بتاعي. وباجي بقى اعمل انترسكشن الانرجي مع ال ال، الانرجي بتاعت السي مع السي، الانرجي بتاعت مين؟ البي مع البي، وابدا ايه؟ اوصل الكيرف ده مع بعضه. يبقى انا كده رسمت الايه؟ اللود انرجي كيرف، اللود على الواي على الواي اكسيس، والانرجي على الاكس، سوري، الانرجي على الايه؟ الايه؟ الاكس اكسيس. لو قلت لك، لو مديك الانرجي لود كيرف، قلت لك عايز الانرجي كونسيومد ما بين الليفل بي وسي، هتقول لي حاضر حاضر يا دكتور، هخش عند الليفل باور بي واشوف الانرجي تطلع بكام، واشوف اللي عند الليفل سي واشوف الانرجي تطلع بكام، واطرح الانرجي بتاعت البي ماينس الانرجي بتاعت السي، يبقى ده ما بين السي والبي، هيبقى ده هيدينا الاريا اللي ما بين البي والسي. لكن لما اخش بفاليو بي، الفاليو اللي هتطلع لي دي هي التوتال اريا من اول ايه؟ من ليفل بي لما الصفر لغايه تحت، لغايه كل الرسمه من تحت، واخد من اول الليفل بي لغايه ما توصل للليفل ايه؟ زيرو، باور ايكوال زيرو، اوكي؟ تمام. وزي ما قلنا، اعلى نقطه دي هتديك التوتال انرجي كونسيومد اندر ذا كيرف، اللي هو كل الانرجي اللي تحت الكيرف بتاعنا، كل الانرجي اللي تحت الكيرف بتاعنا. الكيرف ده بنسميه انرجي لود كيرف، اوكي؟ لما يكون عاوز اعرف الانرجي كونسيومد بتوين تو باور ليفلز، بقدر، او انرجي كونسيومد اندر ا سيرتن باور ليفل، بستخدم الانرجي لود كيرف، اوكي؟ طيب اخر واحد، وهو الماس كيرف. الماس كيرف بيبقى هنا بقى مفيش باور، هنا انرجي زي ما انت شايف اهو كده، انرجي مع تايم، والتايم اكزاكت. اكزاكت يعني ايه؟ 0 6 المفروض 12، المفروض 18 دي مقصود بيها 6 بي ام، 24 معناها الساعه 12 ميد نايت. واشوف الانرجي كونسيومد من 0 للساعه 6 كان قد ايه، واحسبها واوصل الانرجي كونسيومد من 6 ل 12، سوري، من 0 ل 12 كان قد ايه، ووقع الانرجي على الواي اكسيس. الانرجي كونسيومد الساعه 6 مساء، من اول النهار ل 6 مساء كان قد ايه. ده معناه ايه يا دكتور؟ ده معناه ان سيادتك هتيجي على الكيرف مثلا الفوقاني ده، وتقوم جاي مثلا عند الساعه 6 كده، وتشد خط وتحسب الاريا اللي على الشمال، اللي على شماله، يعني هجمع الارياز فيرتيكال على الشمال، اوكي؟ هيدينا مين؟ هيدينا الانرجي كونسيومد من 12 ميد نايت للساعه 6. اجي عند الساعه 12 نون، اجمع كل الانرجي اللي على شمالها، اللي على شمال الخط الراسي ده، اللي عند الساعه 12 نون، كل الاريا دي هي. يبقى ده الانرجي كونسيومد من الساعه 12 ميد نايت لغايه 12 نون.
طب 6 بي ام اعمل خط فيرتيكال واحسب الاريا كلها اللي على شمال الخط الفيرتيكال، من اول الساعه 12 لغايه الساعه 6 هيدينا ايه؟ هيدينا التوتال انرجي كونسيومد من 12 ميد نايت لغايه 6 بي ام. طيب لما اجي عند 12 اعمل خط فيرتيكال واحسب التوتال اريا بقى اللي على شمالي كلها، هتطلع التوتال اريا اندر ذا كيرف، هيديك الانرجي كونسيومد بير داي من اول الساعه 12 الميد نايت ل 12 ميد نايت ذا اذر داي او ذا نيكست داي. في اي مشاكل لغايه هنا؟ جميل. يبقى بالنسبه لللود ماسك انرجي لود كيرف بجمع هوريزونتال، بجمع الانرجي او اريا اندر ذا كيرف هوريزونتال، بالنسبه للماس كيرف برسم الانرجي مع التايم. فبعمل ايه؟ برسم الكيرف زي ما انتم شايفين كده اهوت، او بقسم او بحسب الاريا اندر ذا كيرف بس ايه فيرتيكال، بقسمها فيرتيكال، بعمل خط ايه راسي عند الساعه 6 واشوف الاريا اللي على شماله قد ايه، 12، والاريا على شمالها قد ايه من اول الساعه 12 ميد نايت، من اول بدايه الكيرف لغايه الساعه 12 اند سو اون. طيب يبقى انا لو دخلت على الساعه 6 هنا وجبت انرجي، فاقول ده عباره عن ايه؟ الانرجي كونسيومد فروم ذا بيجينينج اوف ذا داي تيل 6 اوكلوك ان ذا مورنينج. طيب لو جيت الساعه 12 هخش هجيب الانرجي، الانرجي اللي هتطلع دي هتبقى الانرجي كونسيومد فروم ذا بيجينينج اوف ذا داي تيل الساعه 12. طب انا عايز الانرجي كونسيومد ما بين 6 بي 6 اي ام و6 بي ام، هتخش تجيب الانرجي عند 6 اي ام وتخش تجيب الانرجي عند 6 بي ام، يبقى انت جبت عند كل واحد، اطرح الاثنين من بعض يبقى جبت الانرجي كونسيومد بتوين 6 اي ام لغايه 6 ايه بي ام، اللي هي من الساعه 6 للساعه 12، تجيب الانرجي عند دي وتجيب الانرجي عند دي، لان كلها الانرجي دي المفروض المرسومه دي انرجي كلها بادئه من نفس الريفرنس من التايم ايكوال 0. طب انت عايز الكونسيومد ما بين 6 و8، يبقى هو المفروض عند 18 هديك التوتال انرجي من اول النهار، ومن الساعة 6 هيديك التوتال انرجي الكونسيومد قبل الساعة 6، تطرح الاثنين من بعض جبت الانرجي كونسيومد بتوين 6 وايه و18. طيب ده بالنسبة للماس كيرف انرجي مع تايم، هم دول الأربعة كيرفات المهمين لازم أعرف أقرا الداتا منهم إزاي وأعرف إن أنا أستنتجهم من بعض إزاي. تعال نبص مع بعض برضو في حاجة اسمها فاكتورز، في معاملات أو معامل الإيه الكيرف أو المعامل الحبل. طيب اول حاجه في لود فاكتور، عندنا ثلاثه برضو انواع فاكتور، لود فاكتور، كاباسيتي فاكتور، يوتيلايزيشن فاكتور. طيب اللود فاكتور تعريفه الافريج لود على البيك لود، الافريج لود على البيك لود، البيك لود هو اعلى باور، هتلاقي بص الكيرف ده اعلى باور هو 100، اعلى باور هو 100، اعلى باور هنا هو 100، اعلى باور هنا هو 100. طيب الافريج بقى لود، الافريج لود هنا مثلا ثابت، الافريج لود هنا متغير او اللود متغير، فيبقى الافريج لود هيبقى حاجه في النص، مثلا هنا 50 وهنا 100 يبقى ده هيبقى 75 مثلا، هنا 100 75 25 هنا مش عارف 100 مش عارف 75، يعني هتلاقي كل واحد ايه الايه اللود بتاعه الافريج لود بيتغير، يبقى طول ما اللود بيتغير انت بتجيب الافريج. الافريج بيتجاب ازاي؟ طبعا احنا عارفين average power هو عبارة عن energy على time، فبجيب energy consumed during ال 24 ساعة اللي هو اليوم كله واقسمها على 24، يبقى جبت الايه؟ جبت الباور، يبقى ال average power هي ال energy consumed during one day divided ال 24 hours، divided 24 hours اللي هي time of the day، يبقى P average energy consumed a time of hour T مثلا divided ال T اللي هو per day يبقى T دي 24 واقسمها على ال peak load، جبت مين؟ ال load factor. طيب ايه هو ال capacity factor؟ ال average annual load او average load عادي average load زي اللي فوق دي بس divided the rated plant capacity. هتقول لي اللود هنا 100 لكن انا ممكن اجيب محطة يا دكتور اعلى شوية في ريزيرف، في شوية ريزيرف زي مثلا ايه 25، لو في 25 ميجا وات ريزيرف يبقى انا جايب محطه الكاباسيتي بتاعتها 125 خلاص. فلو انا عندي جيفن ان الريتد كاباسيتي لازم يديها لي في المساله دي، ما ينفعش استنتجها من الكيرف، اوكي لازم يديها لي صراحه، يقول لي الريزيرف قد ايه او يقول لي الايه الماكسيمم باور قد ايه، سوري الماكسيمم باور قد ايه وازود عليه ريزيرف قد ايه، او يديني البلانت كاباسيتي على طول. مثلا قال لك البلانت كاباسيتي 125 خلاص، هحسب الافريج باور زي ما انا متعود اللي هو عباره عن مين؟ انرجي كونسيومد ديورنج الاريا توتال اريا اندر ذا كيرف اللي هي انرجي كونسيومد 20 ديورنج 24 اورز ديفايدد 24، جبت الافريج لود اقسمها على بي كاباسيتي بدل بي ماكسيمم، لو قسمتها على بي ماكسيمم بتاع اللود يبقى جبت اللود فاكتور، قسمتها على بي كاباسيتي بتاعت المحطه جبت الكاباسيتي فاكتور. باقي عندي اليوتيلايزيشن فاكتور، اليوتيلايزيشن فاكتور بقى ما فيهوش افريج،
هو الماكسيمم لود اللي موجود في الكيرف، اعلى فاليو للود في بتاع الكيرف ديفايدد البلانت كاباسيتي، الكاباسيتي بتاعت المحطه. اوكي، فده بنسميها الايه؟ اليوتيلايزيشن فاكتور. اليوتيلايزيشن فاكتور. اوكي، لازم نعرف التلاته دول، عشان دايما بعد ما بترسم الرسومات بتاعتك بتاعت الفيجر برجع اقول لك ايه، برجع اقول لك لو سمحت لو سمحت احسب لي اللود فاكتور، احسب لي الكاباسيتي فاكتور، لو الكاباسيتي بتاعت البلانت بتساوي كذا احسب لي اليوتيلايزيشن فاكتور كمان. اوكي، من دي المطالب اللي لازم تعرف تستنتجها من اللود فاكتور، سوري، من الكيرفات اللي احنا اخدناها او اللود كيرفز المختلفه اللي احنا اخدناها. فاينالي، دي معلومه هتهمنا لازم تبقى فاهمها، لما يكون عندي لود بالطريقه ده اللود فاكتور بتاعه وحش. يعني ايه اللود فاكتور بتاعه وحش؟ يعني الباور لما تلاقي اللود فاكتور يونيتي معناه ايه؟ معناه ان بي ماكسيمم ايكوال بي افريج، يعني الباور كونستانت. لكن الباور هنا مش كونستانت، ده الباور هنا بيبقى قليل قوي وبعد كده يرجع يبقى متوسط، وبعد كده يرجع يزيد، وبعد كده يرجع يبقى متوسط. ايه القصه دي يا دكتور؟ طب ما انا لو جبت محطه الكاباسيتي بتاعتها ام، محطه واحده 1 يونت او 1 بيج الكاباسيتي بتاعتها ام، للاسف معظم الوقت هتشتغل بعيد عن الافشنسي بوينت، الماكسيمم افشنسي بوينت. لان الماكسيمم افشنسي بوينت هي بتبقى لما تدي بي ماكسيمم، لما تدي الام، غصب عني من 8 ل 6 هتشتغل اندر لود، وايه ومن 6 لايه ل 12 برضو اهو يعني 75% من اللود. وبمجرد الساعه، من الساعه كام؟ من الساعه مش عارف 3 للساعه مش عارف كام هتشتغل فول لود، للساعه 8 هتشتغل فول لود، بعد كده ترجع برضو تقل وتشتغل هاف، هتشتغل هاف لود. ايه الكلام ده؟ يعني انا ابني محطه ام وفي الاخر خالص ادي الباور ام لمده وقت قليل، دي حاجه مش كويسه. طيب بنعمل ايه بقى؟ بدل ما نبني محطه واحده كبيره بنبني محطتين صغيرين، محطه على قد الباور ايه ومحطه تانية الكاباسيتي بتاعتها ام ماينس ايه. خلاص، طيب المحطه القدره بتاعتها ايه دي شغاله 24 ساعه. بص، معظم الوقت هتبقى شغاله فول لود، هتبقى بتدي الايه بتاعها، شغاله اندر لود جزء صغير. طيب، طب المحطه ام ايه يا دكتور؟ ما هي تبقى شغاله. اقول لك لا، دي بقى ام ايه مش هشغلها غير على الساعه 6، جت 6 7 مش هشغلها غير على الساعه 7 لما اللود بتاعها يبدا يشتغل. ولما تيجي الوقت ويرجع الساعه 10 بالليل، اهي 10 بالليل هفصل المحطه. يبقى انا هعمل كوميتنج للمحطة، يعني كوميتنج يعني هوصل للمحطة الساعة 7 الصبح وهرجع أفصلها تاني الساعة كام؟ الساعة 7، هشغلها 12 ساعة بس، ساعة ما السيستم يكون فيه بيك، ساعة ما يكون اللود عالي قوي كبير قوي، اللي هي من 7 الصبح ل 7 بالليل. أوكي؟ وبشغلها بماكسيمم باور هو A وM، لكن البيز اللي هي اللي في القاعدة تحت دي شغالة 24 ساعة، اللي هي المحطة اللي هي القدرة بتاعتها إيه؟ الكباسيتي بتاعتها إيه؟ دي شغالة 24 ساعة. اول بس ما اجي عند التايم 7 الاقي اللود بيزيد عن قدرتها، فلازم اشغل اليونت الجديده اللي هي ام ماينس اي، القدره بتاعتها ام ماينس اي. اوكي، بس وبعد كده لما اجي نوت اللود يبدا يقل عن الليفل بتاع الام ماينس اي او يقل عن الاي، ابدا خلاص ملهاش لازمه المحطه اللي فوق، اطفيها واوفر كهربتها وما اخليهاش تقعد احرق وقود على الفاضي، وافضل ايه وافضل نعمل ايه ما احرقش وقود على الفاضي، ويبقى البيز بس هي اللي بتغذي، يبقى محطه واحده هي اللي بتغذي. يبقى كده انا وفرت ايه؟ وفرت فلوس، وبقى الاوبريشن بتاعي مور افيشنت، ووفرت فلوس وقود، بدل ما كانت المحطه الثانيه الاولانيه هتضطر تشتغل على طول اند سو اون. يبقى انا جبت محطتين وقسمت اللود لبيك لود وبيز لود. البيز لود دي محطه شغاله 24 ساعه، البيك لود شغاله في فتره معينه انترفال معين لما الباور بيعدي الليفل A، وهي تقريبا في الرسمه بتاعتنا دي حوالي 12 ساعه، حوالي 12 ساعه. اوكي، فده بنسميه اللود اللي بيغذيه المحطه بتاعت البيز، بنسميها بيز لود، اللي هو الجزء اللي هو البيز اللي هو الجزء التحتاني، والجزء الفوقاني بنسميه البيك لود. اوكي، ده برضو بجيب محطه اللي هي بنسميها بيك بلانت عشان تغذي الجزء الفوقاني، والبيك بلانت بتخش ساعه البيك ما يبتدي وبتطلع ساعه ما البيك ما بيخلص. تخش دي يعني تتوصل بالشبكه، وتطلع يعني تطلع اي تتفصل عن الشبكه. دي مسألة حلوة قوي، دي مسألة حلوة قوي، بس أنا هعملها في فيديو تاني عشان يبقى السكشن بتاع المحاضرة ده هو المسألة ديت، لأن دي مسألة شاملة. أوكي، لو حلتها تعرف تحل كل الكيرفات وكل الحاجات اللي شبهها اللي تبع الموضوع الإيه؟ الكيرفات.
فانا هخلص المحاضره دي على كده وهسجل لكم فيديو تاني صغير فيها حل المساله دي هي ان شاء الله، واعتبرها هي السكشن. وشكرا، الف شكر ليكم.